سنين زي ما حررنا الجزائر مش هنسيبك يا فلسطين. اهلا بكم اصدقائي. من امام تمثال الامير عبد القادر الجزائري احد رموز المقاومة والبطولة والنضال، احييكم من العاصمة الجزائر وارحب بكم في هذه الحلقة الخاصة. ما يقارب 50 سنة عن رحيله، ولا يزال ذكره يتردد بين مختلف الأجيال في بلادنا العربية. هو فنان وإنسان ومؤلف موسيقي وعازف وأمير بفنه وبأخلاقه وبإنسانيته. ملأ الدنيا بموسيقاه، شغل العالم في وقته وبعد رحيله. اقتبس منه الفنانون مشرقا ومغربا، نهل الجميع من فنه والجميع تأثر به، كما يقول الفنان الموسيقار بليغ حمدي: ليس هناك من لم يتأثر بالموسيقار الكبير فريد الأطرش. نحن اليوم هنا بالعاصمة الجزائرية أحببنا أن ننقل لكم رأي الشارع في الموسيقار فريد الأطرش، وتجدر الإشارة إلى أننا تعمدنا في تنويع الشريحة الاجتماعية التي سنحاورها بعد قليل بين الأجيال الجديدة والأجيال القديمة، الشباب، البنات، النساء الكبار والفتيات الصغار وطلاب الجامعة. إذن ثمة شرائح متنوعة سنسألها عن الموسيقار فريد الأطرش، ونكتشف سويا من خلال هذا الحوار ماذا يعرف الشارع الجزائري عن الموسيقار فريد الأطرش بعد كل هذه السنوات التي غيبه فيها الموت عن عالمنا. إذن تابعوا معي ولنكتشف سويا رأي الشارع الجزائري في ملك القلوب والعود والفن فريد الأطرش. السؤال هو عن الموسيقار الفنان فريد الأطرش، حبينا نعرفوا الشعب والشارع الجزائري، الشباب والكبار، وش يعرفوا عليه؟ أنت شخصيا من مواليد وش من عام؟ 2000. تسمع على الفنان اسمه فريد الأطرش؟ اسمع له بلي فنان مصري موسيقار، بالك الجيل اللي قبلي ديزون ولا هذا. وش تسمع عليه يعني معلومات؟ بلي مشهور في الشرق، في الشرق الأوسط. تسمع عليه سامع، وكيفاش عرفت عليه أنت؟ حوست ولا كيف عرفت؟ لا هكذا مع التلفزيون هكذا دي شان هكذا يهضروا عليه. سؤالنا عن الموسيقار فريد الأطرش، الفنان الكبير فريد الأطرش، حبينا نعرف رأي الشارع الجزائري فيه. وش رأيك في فريد الأطرش؟ وش تعرف عليه ولا أغانيه، موسيقى نتاعو؟ رأيي فيه هو منبع الحب والحنان، ورأيي فيه ما كانش اللي كان ينافسه في الزمان تاعو، كان مع عبد الحليم، وهو من الفنانين تاع الزمن الجميل. دوكا ما كاش، هو كان الشغل يغني واش يحس، كان يعطي قلبه كامل بالقلب تاعو، وكان محبوب بزاف، كان محبوب، وكانت عنده علاقة مع سمية جمال، كانت تحبه سمية جمال، تحبه بزاف. هو تاني كان يحبها، بصح اني ما تزوجت بها، ما على باليش الظروف خاصة، وما عرفت عليه باللي هو أمير وجا من سوريا، وتعلم الطارب هذا، وهما كامل كانوا عائلة كامل اللي غنوا، كانت الأم تاعو تغني، أخته اسمها تاني كانت تغني ما شاء الله، كانت عندها الصوت والجمال. هو تاني كان شباب تاني، وهما عائلة فنية وعائلة فورية وعائلة أمارة، وبالذات وعلاش جو لمصر صرالهم مشكل، قال بلي باباهم كان في الجيش تاع العسكر تاع في سوريا، صرالو مشكل باش هرب دخل لسوريا. كانوا يقاوموا الفرنساويين، كانوا يقاوموا في الفرنساويين، هذا هو ما كانش يعني المثيل تاعو ذكايا. وفي الجزائر عنده شعبيه فريد الأطرش؟ عنده شعبيه مثله مثل عبد الحليم، ما ماتوش مازالهم في قلوبنا، هو وعبد الحليم. فريد الأطرش وعبد الحليم صوره واحده، مازالهم في قلوبنا. فريد الأطرش وعبد الحليم مازالوا، دوك عبد الحليم مازال، دوك الناس مازالهم يغنوا الاغاني تاعو. فريد الأطرش ثاني كيف هو، وشنو فريد الأطرش ما قدرش تقلد الغنى ديالو، خاطر صعيب بزاف، عنده تيك توك في الغنى تاعو ما تقدرش تقلده، بصح عبد الحليم تقدر تقلده. وعلاش في رايك الفرق بين مدام ذكرتي لنا انت يعني وحدك وهي صح حتى من الناحيه الموسيقيه، وعلاش كاين هناك فرق بين عبد الحليم وفريد؟ لماذا فريد صعب اصعب؟ علاش فريد اصعب؟ خاطر وعلاش عنده شغل ثقيل في الغنى ديالو،
ما تقدرش كيما دير باش تقلدو ما تقدرش. ما عنده شغل ميزة، عنده ميزة ربي عطاها له غير ليه برك. عكسه عبد الحليم صحش أغاني تاعو ملاح ورومانسي والناس كامل تحبوه، بصح تقدر تقلد عبد الحليم، مي فريد الأطرش ما تقدرش تقلدو. يعطيك الصحة. السؤال تاعنا عن فنان قديم هو فريد الأطرش. وي شكون هي؟ يعني حبينا تحكي لنا عليه واش تعرف عليه؟ نو جو سي كو سي ان غران شونتور، على بالي بلي غني كبير ولا غور، على بالي بلي بتات سي الميور شونتور عرب، سا سي سور افيك ام كلثوم وما على باليش. مي لا فيريتي ما على بالي ما جو سي با. تعرف ليبوك واش من ايبوك ابو بري؟ وي كامام دون لي زاني 60 دي زاني 50 فوالا سي سا كامام. وقتها اللي كان وي جو مسوي ان تي بو كامام، كان هو عبد الحليم كان. في رايك فريد الاطرش علاش بوكوا اللي سي ان غرون شونتور، علاه في رايك لا ميوزيك تاعو الحانو ولا غناه ولا؟ نو سي بارول سي ديجا. Voilà. C'était l'époque du romantisme, c'était la classe, c'était l'évolution de l'Égypte avec la belle musique. C'est un être particulier, ou Abd al-Wahhab ou Abd al-Halim. Les anciens. Les anciens. Abd al-Halim, est-ce que pour vous il est différent quoi? Sa musique, différent. Ses paroles, sa vie? Sa vie, déjà sa vie, parce que Fédéric Latrich il a été quand même malheureux dans sa vie. Bon, c'est suivant les principes qu'il y avait à l'époque, et qu'étant issu d'une famille noble, il ne pouvait pas se marier avec Samia Gemel, à l'époque il était danseuse. Voilà, c'est tout. Je vous remercie infiniment, ça fait plaisir. Le sujet de notre musicien le grand Fédéric Latrich. حبينا نعرفوا راي الشارع الجزائري واش يعرفوا عليه عن الموسيقى تاعه ولا حياته ولا عن الزمن هذاك اللي عاش فيه، واسكو في الجزائر عنده شعبيه ولا لا. فريد الاطرش يعني في الحقيقه يعني فنان غني عن التعريف. كان في وشنو هو كان في المرحله تاعه كان عبد الحليم حافظ، كانت ام كلثوم، يعني كانوا فنانين يعني باتم معنى الكلمه، كانوا فنانين عباقره يعني كانت عندهم يعني. وكان جا في الوقت هذا كان غير هو ممكن هو يكون مسيطر على الساحة الفنية ذاك الوقت، ولكن يعني هو إنسان كما أقول لك يعني فنان كبير بزاف، وإحنا الجزائريين نحبوه يعني. حتى يعني في الاستقلال الجزائري غنى في الثورة الجزائرية، غنى ومحبوب من طرف الشعب الجزائري. كان يعبر على المشاعر تاع الإنسان والمشاعر تاع الأمة، كان منطو يغني على الحب ومنطو يغني على الوطن وعلى الأمة العربية. يعني ذاك الوقت كان الثورة وجمال عبد الناصر، وكانت الاحتلال تاع إسرائيل لسيناء، يعني كانت كما نقولوا أغاني ثورية وأغاني عاطفية. مازالني نشفى يعني نشفى كي كان يغني، مازالني نشفى الأفلام تاعو. يعني كان فن تقدر تشوفه مع باباك، تشوفه مع خوك، يعني الأفلام، يعني الأفلام تاعو كنا نتبعوا الأفلام تاعو، كنا نبكيو كي نشوفوا فيلم تاع فريد الأطرش. يعني هذاك الزمن، يعني يا ريت يرجع هذاك الزمن. في رأيك علاش فريد الأطرش بالذات، إذا توافقني ولا لا، فريد يقال أنه عنده بصمة خاصة، هو صعب التقليد وهو الفنان الوحيد اللي عنده ميزة خلى بصمة، في رأيك علاش؟ لأنه علاش بالك الفن هذا اللي داره هو اخترعه هو، يعني هذاك اللحن هذاك هو اللي مثلا كما احنا عندنا فنانين في الجزائر، مثلا كما نقول الحاج محمد عنقا، ما كاينش فنان يقدر يمثل الحاج، لأنه هو اكتسب ذيك الشخصية. وكاين ناس فنانين طلعوا بالتقليد، يعني يقلد فنان ويطلع يعني كي يولي مشهور يبقى دائما يتبع في هذاك التقليد تاعو، ولكن يقتبس للتقليد. ولكن كي تكون انت عندك قناعه تخرج يعني فن تقتبسه انت، تكون عندك شخصيه يعني قليل اللي يقدر يعوضك، وعلى هذه اللي عنده ميزه يعني كما نقولوا احنا طبع الفن تاعو، يعني جاب فن يعني وحده، لهذا بقات يعني الميزه تاعو يتفرق على الفنانين واحد اخرى. السؤال تاعنا على الفنان فريد الاطرش. مو فريد الاطرش سي ان غون ميوزيسيان، احنا نعرفوه اون الجيري، كاين بزاف اللي يعرفوه، و تصيب لا بلوبار ديجا يعرفوه ماشي صغار. بون حنا انا ديجا جي 22 زون كنت نعرفو دوبوي لونطون، غنى على الجيري، غنى على الاستقلال تاع الجزائر، غنى على فلسطين، غنى على بزاف بلدان والاستقلال تاعهم، ويحبوه لهنايا كبار وصغار، هي دو فاسون. و هذا
ايه تفضلي. دوك السؤال تاعنا احنا الموضوع على الموسيقار فريد الأطرش. كما وعدناك سنأخذ الصوت فقط. صوت بدون صورة. بدون صورة. إذن احنا نريد أن نعرف رأي الشارع الجزائري عن فريد الأطرش. واش تعرفي على فريد الأطرش؟ أنا فريد الأطرش كي نسمع فريد الأطرش سامفي ديريكتومون رابيل ا مون أنفونس باسكو مي بارون كانوا بزاف يسمعوا فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. لا تيليفزيون بكري كانت بدات كي بدات بدا يخرج فيها لا ميوزيك وسي ايجيبسيان وكانوا هما هادو لي ليدر سي لي غران ما كانش يعني. Donc automatiquement ça me rappelle mon enfance. Voilà, mes parents aussi كانوا يسمعوهم الحبصه في تاع بكري جوغ انا ديجا مي بارون سميني زمان على غنى بكري ولا اغاني مصريه دونك كانوا يسمعوا بزاف روحي يا زمان وتاع لي زمان دونك سي زمان. فوالا حاجه بارتيكولير على فريد الاطرش شوف سون ايماج راهي بين عينيا. فوالا تفضلي ما تصورناش والو والو فريد الاطرش واش تعرفي عليه؟ ما نعرفش عليه بزاف حاجات نعرف جوست باللي يغني مليح ونحب الاغنيه ديالو هذا ما كان. واختو اسمها اسمهان وكان مات تاكسيدون ويلي تي تري الى دوري سا سور جو كوا اي بي فوالا سي تو اي سي جامي ماريي اون سي با بوركوا. يعطيك الصحه هذا سي لا بيل شونسون سي لا بيل ميرسي بون جورني. السؤال تاعنا على فريد الأطرش واش تعرفي عليه على غناه ولا حياته الخاصه الفن نتاعو؟ لا هو شقيق اسمهان فنان اسمهان عنده اغنيه على الوطن العربي ذكر فيها كل الدول العربيه ما عدا الجزائر بسطريح مذكر من بعد الجزائر في واحد الاغنيه اخرى المارد العربي ممكن لاما لما تلقى النقد يعني لما تعرض للهجمة النقدية. مش تعرفي على حياته الخاصة؟ أبدا حياته الشخصية ما نعرفوش. كفنان يعني كقيمة فنية؟ فنان من الراعي الأول يعني الأغنية العربية الأصيلة يعني يعطيك الصحة. يغني يعني قصائد شعرية لشعراء العرب. يعطيك الصحة شكرا. يسلم. كيف اسمك؟ مريم. غير صوتك. بون احنا السؤال تاعنا أنا أرتيست فنان قديم معروف هو اسمه فريد الأطرش. انت واش تعرفي عليه فريد الأطرش؟ عارف بلي سان غران ارتيست عرب وما باش شنو هي الاوريجين تاعو اكزاكتومون مي جو سي سي ان غرو سي ان غرو مسيو. ميرسي جو فوز ان بري. صح. تعرفي الحاجه فريد الأطرش؟ نعرفو في لا تيليفزيون وفي لا راديو. وعلاه انا سقسيتك قبل ما التصوير قلتي لي حبت تبكيني علاش يعني؟ حبيت تبكيني وصحيحا قبيله الصباح ديجا اليوم دار الفيلم بكيت شفت الفيلم تاعو مع فاتن حمامه. صح مع فاتن حمامه. ايه اليوم انا عندي بزاف ذكريات في حياتي ونعرف للغينة تاع مصر ونفهم الشعراء تاع مصر انا شاعره بالذات. الله يبارك. وفريد الاطرش بالذات وش يعني لك يعني وش تعرفي عليه؟ واش نعرف عليه على حياته ولا على الغناء تاعو؟ على الغناء حياته هو كفنان كإنسان. كإنسان كما قال لك احنا عندنا واحد الفنان واحد الفنان هنايا يقول لك يفرح الناس ويبكي روحه. فريد الأطرش هذه هي حكايته. هذه جملة هايلة يفرح الناس ويبكي روحه. يبكي روحه. هذه أول مرة نسمعها لفريد. ما أسمع. يعني هو يسعدهم ولكن هو حزين. ولا. وهذا اللي يقول واسمه هنايا اللي يقول هنايا قبيلي واسمه شريف خدام اللي يقول لك يبكي روحه ويفرح الناس. قال أنا كي أنا. أنت اقتبستيها. وأنا اقتبستها من هذا الفنان إما لا هذا فريد الأطرش. إما لا هذا فريد الأطرش. وش تعرفي على فريد الأطرش الإنسان؟ فريد الأطرش الخاصة. الإنسان هو يتيم يا أخي. هو يتيم. عاش مع أهله. عاش مع أخته إسمهان. مع أخته إسمهان ديجا دار معاها الفيلم. وكما قال لك حب وكره حب وكره كما قال لك كما أي الإنسان وغرامي. صح. كاش ما تفكري غنايه من تاعو وحده ولا زوج عنوان تاعهم الغنيه تاع فريد الغنيات يا حيا واش تقول لي انا وحده ولا زوج انتيتر ولا زوج انتيتر ولا زوج ايه ديجا يقول يقول الحب لحني جميل
الحب لحني جميل يتغنى من قلبي، والحب ماله دليل إلا كلام العين. الله يبارك، عودي هالي، عودي لي كوبلي هذا برك المقطع هذا. الحب لحني جميل يتغنى من قلبي، والحب ماله دليل إلا كلام العين. يا أول حب في قلبي، وأول فرحة في عمري، حبيبي 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 ملوش غيرك ثاني، ملوش غيرك ثاني، حبيبي حبيبي حبيبي. يعطيك الصحة. الحب لحن جميل يتغنى من قلبي، الحب لحن جميل يتغنى من قلبي، والحب ماله دليل إلا كلامي.